إذا مشاهدينا للعودة إلى تطورات بروكسل معنا من العاصمة البلجيكية الصحفية وردة غانم. وردة أهلا بك معنا، يعني هل لك أن تصفي لنا المشهد في العاصمة البلجيكية؟ أهلا بكم. الحقيقة نحن أمام أخبار متفرقة، الصورة لم تتضح بعد بالكامل، لكن ما نعرفه أن هناك شخص دخل إلى المحطة الرئيسية وحاول القيام بهجوم. نتيجة هذا التصرف الغير طبيعي قام عناصر الشرطة والجيش بإطلاق النار عليه. الآن لا نعرف إذا كان هذا الشخص قد قتل بالفعل أو لا زال بقي على قيد الحياة. نحن ننتظر مؤتمر صحفي للنيابة العامة الفيدرالية. هنا عندما نقول نيابة عامة فيدرالية في بلجيكا يعني أن العمل سيصنف بشكل رسمي سيصنف إرهابي. الآن المحطة المركزية مغلقة من التاسعة من وقت حدوث الهجوم، ويجري تفتيشها لأن هناك خوف من أن هذا الرجل الذي كان معه حقيبة سفر أن يكون في داخل المحطة متفجرات أو ألغام أو قنابل أو ما شابه ذلك. الآن الأخبار سرت بالتتابع، يقال ويجب أن نأخذ الأمور بتروي وحذر، يقال أن الشرطة تقوم بالتحري عن أشخاص آخرين وربما يكونوا متعاونين مع هذا الشخص أم لا، أو هناك فرضية أخرى تقول أن هذا الشخص تصرف بمثله. لا يزال هناك غموض حول هذا الأمر. نعم، يعني وردة، هل تعتقدين أن الوضع الأمني حاليا تمت السيطرة عليه من قبل عناصر الشرطة؟ صحيح، هذا الأمر تم تأكيده من غرفة إدارة الأزمات. أصدروا بيان قالوا فيه أن الوضع تحت السيطرة، والدليل على أن الساحة المركزية التي هي على مقربة من المحطة الرئيسية في بروكسل، وهي ساحة فيها كثير من السائحين والمواطنين، تم فتحها أمام حركة المرور. ولكن في المحطة ذاتها لا زال حركة المرور مقطوعة، ولا تزال هناك طوق أمني واسع. إذا الوضع فعلا تحت السيطرة، لا مجال للخوف، فقط عملية تحري واستنتاج ما هي طبيعة هذا الهجوم. نعم. أو محاولة الهجوم. وردة، يعني هل هناك أي معلومات عن وقوع قتلى مدنيين أو جرحى حتى الآن؟ لا، لحكم الحظ لم يقع أي حادث حتى في المحطة، لأنه الشخص الإرهابي دعنا نسميه هكذا حاول أن يفجر قنبلة، ولكن هذه القنبلة كانت ضعيفة، ربما هي يدوية أو سيئة، فلم تحدث أي ضرر، ولم يتم الإبلاغ عن أي جرحى، ولم تحدث حتى ضرر مادي في المبنى يعني. نعم. فكان هجوم بسيط، وهذا ما يطمئن فعلا. نعم. تواجد عناصر الشرطة والجيش أمر مفيد في الشوارع. نعم. نحن نعلم أن تواجد الشرطة والجيش في الشوارع يعود إلى قبل عام، قبل حدوث منذ حدوث هجمات بروكسل. نعم. العام الماضي كما تذكرون. نعم. وردة غانم، كنت معنا من العاصمة البلجيكية بروكسل، شكرا جزيلا لك.